السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس وديروا لنا جيم لا فيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله. كشف تجمع وكلاء السيارات الجدد الذين اودعوا ملفات استيراد السيارات عن تجاوزات بالجملة تشهدها سوق السيارات، منها وصول سيارات متعددة العلامات مستوردة من طرف متعاملين غير مؤهلين ولا تربطهم عقود مع المنتجين في الخارج، حيث يقوم هؤلاء باستيراد وتوزيع السيارات بطريقة غير قانونية وغير رسمية بالتعامل مع موردين وموزعين بدون ضمان المنتج ولا خدمات ما بعد البيع ولا قطع الغيار الأصلية. ونصح تجمع الوكلاء المواطنين إلى عدم التسرع لشراء سيارات جديدة من مصادر مجهولة، خاصة وأن جميع السيارات المستوردة من أوروبا مصنعة وفق معيار أورو 6 الخاص باحترام البيئة، ولا تتلائم محركات هذه السيارات مع طبيعة الوقود الجزائري ما يجعل هذه السيارات تصاب بالعديد من الأعطال. واشتكى تجمع وكلاء السيارات في رسالة سابقة لرئيس الجمهورية أن علاقتهم مع المصنع الأجنبي تشهد توترا بسبب ثقل الإجراءات الإدارية التي لا يفهم المنتجون سببها، مؤكدين أنهم اليوم لا يمكنهم حتى استيراد قطع غيار السيارات الأصلية لنشاط ورشات خدمات ما بعد البيع، وبالمقابل ستسمع عودتهم للنشاط بخلق عشرات آلاف مناصب الشغل وذر أرباح طائلة للخزينة العمومية نتيجة الرسوم المفروضة التي تمثل 50% من ثمن السيارة. كما أن السيارة النفعية تتيح للشركات والمؤسسات الجزائرية العمل بأريحية، فضلا عن تجديد حظيرة المركبات، مع العلم أن الحوادث المسجلة بشكل يومي في طرقاتنا تسببها السيارات المهترئة والحافلات القديمة والشاحنات التي تفتقد للصيانة وقطع الغيار المقلدة. من جهتهم نصح عدد من المختصين المواطنين بتجنب شراء السيارات الجديدة والمستعملة خلال هذه الفترة التي تشهد فيها الأسواق ارتفاعا قياسيا في الأسعار بسبب الندرة وزيادة الطلب على العرض. في هذا الإطار أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلكين السيد زكي حريز أن شراء السيارات في المرحلة الحالية يعتبر صفقة خاسرة، حيث تتميز الأسعار بارتفاع تجاوز 50% وأحيانا 100% عن سعرها الحقيقي، وهذا بسبب كثرة الطلب مقابل نقص العرض، حيث تجمدت الجزائر استيراد السيارات منذ سنة 2017 وأوقفت نشاط التصنيع منذ بداية 2019. تبقى الجزائر لا استيراد ولا تصنيع للسيارات، وهذا ما أدى لارتفاع الأسعار بطريقة جنونية. نصح المتحدث المواطنين الراغبين بشراء سيارات بالتريث حتى عودة الاستيراد، وهذا ما سيساهم في تشبع الأسواق وزيادة الطلب، ما سيؤدي حتما إلى تراجع الأسعار تدريجيا. من جهته أكد السيد يوسف نباش رئيس جمعية وكلاء السيارات سابقا أن سعر السيارات زادت بنسبة تجاوزت 50%، والذي يشتري سيارة في الوقت الراهن مهبول، وهذا بسبب شراء سيارة مستعملة وحتى جديدة بضعف ثمنها الحقيقي. ونصح المتحدث المواطنين بانتظار عودة سيرة السيارات ودخول السيارات الجديدة إلى الجزائر بكميات معتبرة من طرف الوكلاء، وهذا ما سيؤدي حسبه إلى تراجع الأسعار.